العيد بالنسبة لك إيه؟ صف العيدية والفلوس الجديدة اللي ريحتها زي العربية الفابريكا. نوقف كده صف بيجامات جديدة والفلوس طالعة بنكنوت إيه؟ عمو يدينا العشرة جنيه يقول لك دي هتذبح العصفورة. طب يعني ليه الرعب ده يا عمو؟ ما قول لي كل سنة وانت طيب وخلاص. لا ويتخم بقى وإيه وتقف في صف العيدية وتلف ترجع تاني من أول الطابور عشان تاخد العيدية مرتين. لا كنت بحوشها وبحطها جوه الكراريس عشان تفضل الورقة جديدة ونظيفة. كانت ماما تاخدها مني وتقولي أصل إحنا بنردها. هي كانت أمي الله يرحمها كانت عايزانا نحوش وإحنا ما كناش نعرف نحوش أبدا، يمكن رامز اللي خد منها الحكاية دي. والله العيدية دي كانت من أهم الحاجات في العيد وكنا بنستناها من السنة للسنة فعلا، بس أنا كنت بتضايق لأن هما كانوا بيدوا العيدية في أول يوم بس، أنا كان نفسي العيدية دي تبقى في تلات أيام العيد، كانت هتفرق جامد معانا أوي يعني النهاردة كنا زماننا مكونين مستقبلنا، بس يلا الحمد لله.